السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومات مفيدة. والنهاردة معلومتنا هتتكلم عن معلومة دينية، ما الفرق بين لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون؟ بالبحث سنجد أن الآيات المتناهية بقول لعلكم تشكرون يكون الشكر فيها على أفعال الله عز وجل، زي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وفي آية أخرى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي آية تانية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي آية أخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، إلى آخر الآيات ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي آية أخرى واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وآية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والآية أخرى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليه صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. دي آيات تدل على أن الشكر هنا على أفعال الله عز وجل مع العباد. طب نشوف الآية اللي يكون آخرها ولعلكم تشكرون. قد يكون الشكر على مخلوقات الله عز وجل ونعم علينا زي الصيام والرياح والسمك والبحر. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي آية تانية في سورة النحل قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي آية تانية في سورة القصص ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي سورة الروم قال الله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقنكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي سورة فاطر وما يستويان البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آخر آية معانا في سورة الجاثية قال الله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة أو آية أو مقولة لعلكم تشكرون هو شكر الله على أفعال العباد، شكر الله على أفعال الله للعباد، شكر الله على أفعال الله لعباده.
أما ولعلكم تشكرون هو شكر الله على نعمه على عباده، زي الليل والنهار والشمس والقمر والبحار، دي كلها نعم ربنا أنعم عليها. فربنا بيقول لك ولعلكم تشكرون. الواو شوف الآيات هنا لها معنى وهنا لها معنى. لعلكم تشكرون هو شكر الله على أفعال الله لعباده، بنشكر ربنا على الأفعال اللي ربنا عملها لنا. أما ولعلكم تشكرون هو شكر الله على نعمه على عباده. ده الفرق ما بين لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. هذا قول الله فأروني قولكم. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.